فيكي مدام ندى سحناوي، مرشحة عن دائرة بيروت الأولى. معنا اليوم ببرنامج فرصة عبر منصة نقد بوليتكس معي كارلا أرزومانيا، خريجة حقوق من جامعة الحكمة وكمان من بيروت الأولى. بالبرنامج حنسألك خمس أسئلة عامة منطرحهم لجميع المرشحين، ومنرجع نسألك سؤالين مختصين ببيروت الأولى. قبل ما نبلش بالأسئلة حنحضر ريبورتاج صغير بيعرف الناخبين عن حضرتك، ومن بعدها نبلش بالأسئلة. شكراً كارلا، سعيد أكون معك اليوم. ندى ألبير سحناوي من بيروت، حائزة على ماجستير بالعلوم الاجتماعية ودقائق بالتاريخ من جامعة السوربون، دبلوم وسنة خامسة من مدرسة متحف بوسطن للفنون الجميلة. هي فنانة تشكيلية ومنسقة عامة لحملة مدينتي. من أبرز أعمالها المساهمة بوضع خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة ومنع إنشاء محرقة بالكارانتينا، المساهمة بحملة الزواج المدني والمساواة بالحقوق بين جميع المواطنين، وأخيرا كتاب منشور عن تاريخ بيروت 1860-1914. السؤال الأول، القانون الانتخابي هو بيعتمد على سيستم لوائح، وهدفه تكون إنه اللائحة يكون عندها برنامج انتخابي ورؤية موحدة. هل هذا الشيء بيتطبق باللائحة اللي أنت نازلة فيها؟ وشو هي الرؤية يلي جمعتكم كرمال تنزلوا أو تعملوا هيدا اللائحة؟ بيروت مدينتي من 2016 نحن موحدين حول برنامج انتخابي بلدي. يعني نحن بال 2016 عنا هيدي الرؤية إنه الواحد بيترشح، مش إنه شخص عم يترشح، بيترشح كمجموعة حول رؤية سياسية، حول برنامج سياسي. من 2016 لليوم نحن تمكننا، طورنا، وعنا رؤية مش بس هلأ لبلدية بيروت، عنا رؤية سياسية جامعة لكل لبنان. برنامجنا السياسي تحت فكرة الاستدامة، لأنه الاستدامة كتير مهمة، يعني خاصة القيمين على الدولة بلبنان مثل ما بتعرفي بياخدوا قرارات هيك دايما آخر تكي، دايما دون تخطيط، دون تفكير، دون رؤية شاملة للمستقبل، أنه هيدا القرار إذا أخذني بعد سنة شو نتيجته، شو الإجراءات اللي بتتطلب منه هيدا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة. بقى نحنا طلعنا على الواقعة المؤلمة حقيقة لأنه تدمر البلد، وقررنا أنه لازم يكون البرنامج تحت عنوان الاستدامة sustainability. البرنامج مقسم لست نقاط: الاستدامة الاجتماعية اللي هي كتير مهمة اليوم، لأنه الناس دون أي غطاء اجتماعي، والبرنامج يعني ما بعرف إذا بتحب فندهم، بس فينا أمره أول شيء على النقاط وبعدين شوف إذا بتحب يفوت بنقطة أكتر من التاني. التاني نقطة هي الاستدامة المالية. اليوم تعرفوا في مشكلة انهيار الليرة اللبنانية، وعنا وضوح كامل للإجراءات اللي بدأت تتاخد. في الاستدامة الاقتصادية، اليوم مثل ما بتعرفي نحنا منستورد 85% من كل الاشياء اللي بنستهلكها، ومنصدر 15%، اللي هي مصيبة حقيقة للبنان. بقى نحن برنامجنا نعكس هالشي. هلأ يعني لحديت هلأ منصدر أولادنا، منربيهم، نتعب عليهم، منصدر أولادنا. نحن مشروعنا ببيروت مدينتي أنه لا، منصدر أولادنا، نخليهم بلبنان حد أهلهم وأصحابهم، ونصدر أفكارهم، ونصدر المنتوجات، إن كان الزراعة أو الصناعة أو الصناعات الخلاقة أو الفن أو الثقافة. هيدا مشروعنا حتى نفوت عملة أجنبية على لبنان. هيدي ثالث نقطة. رابع نقطة هي الاستدامة البيئية، اللي هي يعني نقطة كتير مهمة، لأن احنا غرقانين بالنفايات، بالتلوث، وكله هيدا مخلوط بفساد كتير مثل ما بتعرفي. في الاستدامة السقفية كمان نقطة كتير مهمة، وآخر شيء، آخر نقطة هي استدامة المؤسسات. وإذا بدك ما بعرف أي نقطة بتحبي نوضح فيها أكثر، هلا أنت بتقولي لي. هلا لننتقل إنه شغلة تسألك سؤال تاني رح تكون بايت من إذا بدك من البرنامج. إذا حضرتك وصلت لمجلس النيابة، هل رح تكوني عم تدعمي أو تتقدمي بمشاريع قوانين حول نزاع سلاح غير شرعي بالبلد؟
خصوصي سلاح حزب الله، وإذا هيدا المشروع أو القانون تقدم من إذا بدك طرف آخر، هل رح تكوني عم بتعارضي لأنه جاية من طرف آخر، أو حتكوني عم بتشجعي وتدعمي لأنه بيناسب إذا بدك رؤيتك أو كثير منيح السؤال. السيادة يعني حياتية، يعني ما في، مش مزح، مش إنه طرف إنه يمكن اليوم يمكن لا، لكن السيادة مش بس شعار. يعني في كتير فرقاء بينادوا بالسيادة، مثلاً في الفرقاء اللي يعني عملوا كل الصفقات الممكنة مع حزب الله، أنه هلأ قبل الانتخابات قالوا سيادة، هول الناس بيعرفون ما ضروري نحكي عنهم. كمان في فرقاء بينادوا بالسيادة ببرنامجهم السيادة، لكن هيدول الفرقاء ما بنوا الدولة. وشرط أساسي حتى يعني السيادة عندها ثلاث أركان حتى تكون حقيقية وما نكون بس عم نكب شعارات. في أول ركن، والركن الأساسي هو بناء مؤسسات الدولة. بعطيك مثال، اليوم خدي حزب الله، من مين مزعوج أكتر شيء حزب الله بلبنان؟ مين زعجه أكتر شيء؟ كل العالم. لا، في حدا زعجه أكتر من الكل؟ القاضي بيطار. أوكي، ليش مزعوج أكتر شيء من القاضي بيطار؟ لأنه هو بيمثل القضاء اللي بيقدر يحاكم، بيقدر يسائل، بيقدر يجيب العدالة. في قانون استقلال السلطة القضائية محطوط بالبرلمان، في 10 نواب قدموه من سنة 97. الفرقاء اللي قاعدين بالبرلمان كل هالسنين لو حقيقة هن بدهم يبنوا دولة بيمرقوا هيدا القانون وبيكافحوا من أجله. بقى لازم لما حدا بيقول سيادة بدك تسألي شو عمل من أجل السيادة. أول شيء ببناء مؤسسات الدولة. النقطة الثانية هي السيادة يعني بدها تكون على جميع الأفرقة، بدك يكون عندك خطاب سيادة بالخارجية، يعني بالدفاع عن المصالح لبنان الخارجية. ما بيقدر أنك تقولي أنه في حزب مسلح اليوم عنده علاقات مع دولة خارجية عقائدية دينية، هيدا صحيح، بس كمان بدي يكون عندك أنه السياسة الخارجية شوي تركيب توقف كمان للأمريكان تقول لهم مثلا أنه هيدا الخط 29 اتراجعنا عنه، هيدا يعني شيء مش مقبول، يعني النوع من الخيانة. كمان بده يكون عنا شوية شجاعة ونسأل الأمريكان ليش الإسرائيلية قاعدين بعدهم بمزارع شبعة؟ مش هيدي زريعة حتى حزب الله يضلوا مسيطر على سلاحه؟ يعني لازم يكون عنا شجاعة مش بس مقابيل الإيرانية اللي نحن عنا إياها طبعا، بس كمان مقابيل الفرقاء التانيين اللي هن بيقولوا أنه هن أصدقائنا وبدهم أنه حزب الله يسلم سلاحه. يعني شيء في شيء لازم يكون، يعني الخارجية اللبنانية يكون عندها سيادة كمان. مزبوط. والنقطة الثالثة هو أكيد المطالبة بتطبيق الاتفاقات الدولية. بقى هيدول بالنسبة لنا الثلاث أركان اللي هن بيأمنوا لك حقيقة أنه نعبر ليكون لبنان دولة سيادية، قراراتنا الداخلية والخارجية بتخدم المصلحة اللبنانية وما بتخدم الأفرقاء اللي هن ممكن يتدخلوا ويدمروا البلد. مزبوط. كنت عم تحكي بوحدة من نقاطك تبع البرنامج تبعكم هي الأزمة الاقتصادية والمالية اللي عم نقطع فيها. هل برأيك أنه الأزمة الاقتصادية اللي هلأ لبنان عم بيقطع فيها توقع مسؤوليتها على المصارف بس، على الدولة بس، أو على الاثنين مع بعض؟ وبرأيك شو هن الحلول يلي رح تكوني عم تدعميها لتحد من هيدا الأزمة؟ أول شيء بدي أذكر بنقطة حتى يعني نعرف شو أساس هالمشاكل المتراكمة اللي وصلنا لها اليوم. أنت هلا صغيرة ما بتتذكري، بال 98 بمجلس النواب حتى يدرسوا الميزانية تبع الحكومة كان رئيس الوزراء رفيق الحريري ووزير المالية فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هيك بخطف خاطف نقلوا الدين العام، دين العام الداخلي، يعني هيدا البنوك اللبنانية كارلا مدينين الدولة بالليرة اللبنانية، نقلوا الدين العام من الليرة اللبناني على الدولار، عملي انت ما بتسيطري عليها، انت ما بتطبعيها، يعني هيدي جريمة.
يعني بجريمة ارتكبوها على الشعب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية، لأنه نحن ما منسيطر على هيدي من وقتها. يعني نتيجة وفي نواب شجعان وقفوا بالبرلمان وقالوا هيدي حتعمل مصيبة، فرقت معه يعني كلهم ما فرقوا معهم هيدي المنظومة. اليوم أكيد في مسؤولية مشتركة على الكل. مين جدد لرياض سلامة؟ مش أنا طبعا. أوكي، في ناس جددوا لرياض سلامة، في ناس قالوا لهم للبنوك دينوا الدولة، في ناس يعني غشون وجابوا مصرياتهم لهون على لبنان، في كمان يعني شيء الفوائد اللي انعطت، الفوائد مش طبيعية، إنه في وصلوا فوائد مش لإلك ولإلي، للناس اللي معهم يعني أموال طائلة عطون فوائد كتير كبيرة. في مسؤولية مشتركة اليوم، يعني بحيالة بلد بيكون عنده وقع بهيدي الأزمة المالية والاقتصادية بيعملوا كابيتال كنترول أول جمعة. شوفي بروسيا هلأ، يعني بعد 3 أيام حطوا كابيتال كنترول. نحن سنتين وأكثر صار في هدر 20 مليار دولار بهالسنتين، ونحن قاعدين هلأ يعني عم نتوسل أنه يعطونا 4 مليارات دولار. ما في شيء، كله مش منطقي يعني. وبعدين الكابيتال كنترول مفروض يحمي، بالنسبة لنا البرنامجنا بدك تحمي الطبقة الوسطى اللي هي يعني عمود الفقري لكل بلد بالعالم. بلد بده يتطور هي الطبقة الوسطى. اليوم شو عملوا؟ اليوم تركوا الطبقة الوسطى والفقيرة، ما بعرف إذا بعد في يعني مودعين صغار عندهم مصاري بالبنوك، يمكن هيدول انقرضوا. اليوم لما أنت بدك تروحي تسحبي 100 دولار من حسابك تكوني عم تخسري عليه 85%، بدل ما ينعمل كابيتال كنترول من سنتين وتتحمل مسؤولية البنوك وكبار المودعين، مع كمان أكيد الدولة جزء منها لأنه عندها مسؤولية. يعني الميزانيات هي الميزانيات الهدر والفساد، يعني مسؤولة عنا كمان الدولة. لكن كمان لازم نتذكر أنه في تواطؤ بين النظام المصرفي وكثير من يعني القيمين على الدولة اللي بنسميهم المنظومة، بقى في تشابك وفي مؤامرة على الشعب اللبناني. هلا كرمال حاكم مصرف لبنان، نعم، هل يجب إقالة حاكم مصرف لبنان برأيك ونحمله عبء المسؤولية اللي عم بيصير أو لا؟ شوفي، بحيال بلد بالعالم بيصير في انهيار مالي بهالشكل هيدا، حاكم المصرف لحاله بيستقيل. يعني هيدي انه اكيد يعني عادة هيك بيصير. اليوم الحاكم مسؤول هو والفرقاء التانين، يعني هو عنده مسؤولية كبيرة لانه هو قرر ما يخدم الشعب اللبناني، هو قرر يخدم منظومة معينة وطبقة معينة وأصحاب البنوك. كان واجباته هو تجاه الشعب اللبناني. يعني بدي أعطيك مثال، إدمون عيم كان حاكم مصرف لبنان وطلبت منه وقتها الحكومة أنه يدينه، يعني يمده بأموال معينة، رفض ورفض وسكر الباب على حاله وسكر الشبابيك وما عاد حدا طاله. معناتها الإنسان اللي بده يرفض هالطلب بيقدر. بقى حاكم مصرف لبنان قرر انه اولوياته مش الشعب اللبناني ومش الدولة اللبنانية. هل انه الاحزاب والافرقاء والمنظومة اللي قاعدة بالسلطة بريئة؟ طبعا لا، هن عندهم مسؤولية كتير كبيرة، ونحن طالبين فورنزيك اوديت، تحقيق جنائي قضائي بكل مؤسسات الدولة، بالكهرباء، بالاتصالات، بكل أجهزة الدولة، أكيد بالمصرف لبنان طبعا. هل رح تكون عم بتصوتي على إسقاط الحصانة عن الأشخاص المتهمين بجريمة المرفأ، وخصوصا أنه صار في إعادة ترشيح لهول الأشخاص إذا بديك، وبالأرجح حيرجع يوصلوا؟ شو رأيك بالمسار القضائي تبع الوضع؟ نحن طبعا مع رفع الحصانة. أصلا نحن أنا عم بقول أنه لما بفوت على البرلمان ما بدي حصانة، يعني ما بدي حصانة تحميني من أي نوع، هيدا واحد. وأكيد أنه أنا رح أعمل تصريح عن كل أملاكي وكل ممتلكاتي
حتى لما بظهر من البرلمان بيعرفوا إذا فتت على البرلمان معي $1,000 وظهرت بعد 4 سنين معي $10,000 لازم أنا أقدر أشرح حتى $9,000 كيف أنا كسبتهم. مفروض كنت كسبتهم بعرق جبينة بأخلاق. إذا كسبتهم على حساب الدولة وبرا ببلدان اللي بتحترم حالها بتسقط وزير أو وزيرة أو نائب أو نائبة على مبالغ صغيرة يعني. وهيدا هيك لازم يكون. الدولار من أملاك الدولة ما حدا بمد إيده عليه شو ما كان. بقى طبعا نحن مع القاضي بيطار داعمينه للآخر. من أهم مشاريعنا مشروع استقلال السلطة القضائية حتى ما بقى يكون في تدخلات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ويعني أهم مشروع بدون استقلال السلطة القضائية ما في بلد. وإذا ما عرفنا كمان يعني الحقيقة والمحاسبة بالتفجير المرفأ ما فينا نبني دولة. هذه قضية مش بس قضية اللي 232 شخص اللي انقتلوا والألاف اللي انجرحوا والميات الألاف اللي تشردوا. لا، هذه قضية كل لبناني اللي قاعد بعكار لا آخر نقطة بالنقورة. لأنه إذا ما قدرنا نوصل للحقيقة ما في بلد، ما فينا نبني بلد. ونحن هيدا رح ندافع عنه هيدا المشروع لآخر رمق من حياتنا. هيدي ما رح نوقف. رح ننتقل هلأ للأسئلة المتعلقة بدائرة بيروت الأولى، بس قبل حنحضر ريبورتاج عن المشاكل اللي عم تقطع فيها الدائرة. من بعد كل الأزمات اللي قطعت على لبنان خلال هالسنتين كان لمدينة بيروت النصيب الأكبر من المصايب والويلات، واستفحلت فيها المشاكل وأبرزها انفجار بيروت، زحمة السير الخانقة اللي بتأثر سلباً على البيئة والاقتصاد، المشاكل الأمنية يلي شهدتها المدينة بالفترة الأخيرة، نقص بالمي اللي أدى للعمل على سد بسرة، نقص بالمساحات الخضراء، نهر بيروت اللي تحول لنهر مجرير، الظلام الدامس اللي بيسيطر على المدينة، وأخيرا إقفال العديد من المحلات التجارية. بيروت العاصمة ومركز القرار ونبض لبنان الأساسي دائت من المر تحلى خلال هال4 سنين، والسلطات عم تتفرج. اليوم معقول نشهد انطلاقة جديدة لهالمدينة؟ سؤال الأول، هل أنت مع هدم الإهراءات أو لا؟ على اعتبار أنه بطل في أدلة بمكان الجريمة كافية، وكمان أنه يقال أنه هدم هول الإهراءات المبنية من مواد معينة رح تسبب تلوث وخطر على أبناء المنطقة هناك. هدم الإهراءات جريمة تانية. يعني أول شيء ما منعرف إذا يمكن يجي القاضي بيطار بكرة يقول لا بعد بده يعمل استكشاف أو تحقيق أكتر. مش مفروض أبداً نمحي أثار الجريمة. هيدي جريمة بحد ذاتها ولازم نتصدى لها. نحن عنا مصممين نتصدى لها. بالنسبة للمواد الأسبستوس بفتكر موجود بالإهراءات كانوا عم يحكوا، أكيد أنه هيدول في خطر كتير كبير لما بيتدمروا الإهراءات أنه ينتشروا بالمدينة. هلأ في طرق بيضبون، مش هيدي المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية أنه في جريمة ارتكبت، جريمة يعني ثالث أكبر انفجار بالعالم من بعد الانفجارات النووية، مفروض يبقى أثر لإلها. مفروض نبقى نمرق هيدي الذكرى لأولادنا ولأولاد أولادنا حتى تنذكر وما تنعاد. لأنه هيدي مش هيك بالصدفة أنه قضاء وقدر كما أحد الأشخاص قال. لا، هيدي جريمة موصوفة، لأنه هيدي جريمة مشبوكة بالفساد بالإهمال وبالنترات اللي إجا لجهة معينة بلبنان. بقى هيدولي يعني هيدي جريمة مركبة، وضروري الإهراءات يضلوا نصب عيوننا ذكرى حتى نعرف نحن أن واجباتنا نبني الدولة. مش نضلنا ننقتل من 75. أنا كنت بالمدرسة وقت 75 وما قدرت أوصل، كانت مدرستي بفردا والبيت بالأشرفية، هنيك نهار ما عاد تقدر توصل للمدرسة. نحن شعب هالقد ذكي، هالقد عنده طموح، هالقد كريم، قدرنا نضلنا نموت من 75 لليوم؟ لا،
بدنا نبني الدولة حتى نوقف هالشي ونقدر الشباب يعيشوا. هلا مثل ما كنت عم تقولي انه كل المشاكل او كل ما يصير في حدث او مشكل ثلاث ارباع الوقت عم بيصير ببيروت. المحلات التجارية باغلبيتها سكرت والعتمة يعني مسيطرة على كل المدينة. لأيمتى بيروتي رح تضل مدينة الأشباح؟ وشو مخططك لإعادة إحياء قلب لبنان يلي هي عاصمة العاصمة بيروت؟ بيروت العاصمة، بيروت قلب لبنان، بيروت هيدي المدينة اللي يعني اللي نحن ببرنامجنا مساحة نقدر نعيش فيها كلياتنا سوا بشكل تشاركي بكرامة برفاهية. إذا ما فيك تبني دولة، يعني إذا بكرة الناس بينتخبوا هن زيتون اللي دمروا مؤسسات الدولة واللي فاتوا بالمحاصصة الطائفية بالفساد بالنفايات بالاتصالات بجميع المجالات، ما في أمل لا لبيروت ولا لأي منطقة بلبنان. يعني ما فيك تستثني بيروت عن المشروع السياسي الكامل، ونحن عنا مشاريع كتير مفصلة ودقيقة لبيروت. يعني عنا مثلاً أنه نعمل طاقة بديلة للكهرباء ببيروت حتى نأمن كهرباء بشكل أوفر ونتأمن آلاف الوظائف. وعنا مشروع إدارة النفايات الصلبة بشكل سليم ومستدام وبيئي وبيحفظ الصحة، الصحة العامة وصحة المدينة. كمان هون بتخلق آلاف الوظائف. في كتير مشاريع كارلا. الأساس أنه اللبنانية والمواطنين يعطوا صوتهم لأشخاص حاملين برامج رح يقدروا يبنوا الدولة، إن كان مالياً اقتصادياً بالنسبة للسيادة بالنسبة للمؤسسات بالنسبة للبيئة. هيدا أهم شيء. نحن وصلنا لختام حلقتنا، نتشكر كتير على مشاركتك معنا ومنتمنى لك أكيد كل التوفيق. رح نختتم معك ب 30 ثانية كرمال تواجه رسالتك للناخبين. شكراً كارلا. للمقترعين ببيروت، للمواطنين اللبنانيين، بدي أقول لهم يتذكروا أنه صوتهم بيعمل فرق. كل صوت له قوة، كل صوت إرادة. ما تفرطوا بهيدا الصوت. روحوا اقترعوا للأشخاص اللي رح يحملوا أمالكم أحلامكم لبناء الدولة، لنقدر نعيش بكرامة ببيروت وبكل لبنان. اقترعوا بغزارة بكثافة وفوتوا الأشخاص اللي رح يحملوا هيدا البرنامج. صوتك بيعمل فرق، صوتك بيعمل فرق، صوتنا كلنا بيعمل فرق.